السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا الطيبون الرائعون، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. وأنا عاوتاني جيت وديما كنجي وكنجيب لكم معايا الجديد. اليوم كما كتشوفوا من بعد ما دازتنا 14 يوم، يوم ورا يوم تبارك الله ما شاء الله، الأشغال ما زالت مستمرة هنا مع ليكيب ديال جواكريا ديال الهلاو. تسي أنا هي كتريقل لنا في القادوس ديالها، وعندنا الإس إن سي أو كتريقل في القوات ديالها من هنا ومن هنايا. اتصالات المغرب كونترول ولز، كاين معنا السي رمضان تبارك الله ما شاء الله، الله يستر لهم الامور. وكاين معنا كما كتشوفوا هنا عندنا قادوس الاول، وعندنا البوطو الاول البوطو الثاني البوطو، مشات لنا الميليف وضربات لنا لي بوطو ديالها كاملين. بارك الله عليكم تبارك الله عليكم، الله يستر امركم تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. البيطونه واجهه كما كتشوفوا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، وعندنا ليكيب ديال بو بيزاج من لابارتي الاخرى اللي مليه ومديز. وكاين عندنا اليك خليتها داخله لينا الصباح، اليك راه هي داخله لينا من الدخله مليه من جهه الوكاله، وتحيه للوكاله وتحيه للناس ديال الوكاله واحد 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 واحد. وهنايا دخل عندنا بو بيزاج، عندنا الهلاوي، وعندنا اليك، وعندنا تس ان، وعندنا لميليف، وعندنا الاس ان سي او تس ان، وعندنا اتصالات المغرب، هما اللي حاضرين معنا في هذا الصباح. اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء خليتكم على خير، وما كان غير الله الوطن الملك ونمشي.